بس احكي لكم قصه. هو عمل فيها ابو علي بزماناته، عملوا له التليفون بدري البي بي سي بدري سي ان ان حدا، لا والله بي بي سي بتصور، كان فايز بشغله واتصلوا فيه وقالوا له بتحب عربي وانجليزي؟ اه هيدي قام عمل فيه ابو علي وقال هيدي بلندن دقوا لي، كانوا عم بيعملوا انترفيوز مع شي نجوم كذا ما بعرف انه مهم. عم تحكيني البنت على التليفون قالت لي Do you prefer the interview in English or in Arabic؟ قلت لها أنا in English، إنه أنا عرفتي فيني يعني بلبل أنت إنجليزي يعني. نعم هلا أنا منيح إنه بحكي بخلص حالي يعني، بس إنه مش لندن يعني، لندن الإنجليش طبعاً شوي. ليش قلت لها إنجليزي؟ إنه هيك ما بعرف، حسيت لحظتها إنه لا ما بدي إلا إنه أنا بحكي، لا بحكي ثقة ثقة ولايف لايف شو، طلعت على الهواء دغري. فبلشت البنت عم بتقدم أنا شو هذا، ما فهمت غير اسمي يعني، يعني يحفي اسمي بالجملة تفهم شيء. هلو أنا هلو بلشت أعرق هلو، بتعرف هذا طبعا تقسيم حاضرين مثله هلو. قالت لي شو مرور تاك شو مرور تاك شو بريتش طبعا جو جاس، افهم انه بالاخر في لحن سؤال يعني انه جاوب بك جاوب. انا بدي الا قطش الخط وراحت الكلمه كمان، خلص فتت بال بدي الا راحوا الشباب. شو الشباب بعدين؟ بدي الا عم بقطش الخط وراحت الكلمه، خلص ما خلص ما عملت بلوك يعني. قلت لها اكسكيوز مي، هي خبريه من 15 سنه يعني، اول ما طلعت قلت لها اكسكيوز مي اتس اتشينج اتشينج، قالت لي اتشينج انجليزي دي يا مرسي. ايه ده ما هيدي هيدي كانت يعني فت حمامت بعد صرت ماي ثلاث ثواني. طيب اتشينج بس اتشينج يعني اتشينج اتشينج عم بقطش. طيب